السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم وسيم من مجوهرات السلام اختصاصنا وبيع الذهب 18 كاره وكندير لا ليفريزون المغرب كامل. مرحبا والف مرحبا بكم. اليوم جبت لكم واحد لا بروموسيون رائعه رائعه وزوينه بثمن جد مناسب ان شاء الله اللي غينا الاعجاب ديال جميع المتابعين. اللي بغات اي حاجه يكفيها انها تدخل عندنا الواتساب 0652 15 78 69. ومرحبا والف مرحبا. كيف قلت لكم اليوم كاين عندنا الهميزات اللي زوينين ورائعين، اثمنه لي بروموسيون غزالين، فيهم سلسله ديال الخريشات، فيهم لي موديل غافينيتي. وكيف كنقول لكم دائما الاثمنه راه بروموسيون. بالنسبه للرقم الهاتف اللي كتبغي تكونفيرمي بالنسبه لهذا اللايف هذا، فراه غيكون في غير لا كونفيرماسيون، يعني الا عجبتك شي حاجه دخلوا عندنا الواتساب صافي، يعني غنعطيكم الطول غنعطيكم جميع المعلومات، يعني كفيكم حاجه وحده هو دخلوا الواتساب وتصيفطوا لنا الاسم والعنوان ورقم الهاتف، يعني تكون عجبكم لارتيكل من لهنايا صافي، وحنا متفقين على هذا الكلام وتبارك الله عليكم. خلص رقم الهاتف وغيتكتب عندكم اخوتي. مرحبا 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 بكم كاملين. كودو دوتشلاند انك كليون دو طون فخير. والله ما فهمت اختي كاتي شنو كتبتي. مرحبا. وعليكم السلام يا اختي مريم. مرحبا. لالا فاتي تازا مرحبا، اسمحوا لي الله يحفظك. وعليكم السلام اختي هاجر مرحبا. المهم انا نوريكم لي زارتيكل بالنسبه لليوم، غير لا كونفيرماسيون هي اللي عندنا، يعني الا عجبتك شي ارتيكل عندنا غير دخل عندنا واتساب وصيفط لنا المعلومات ديالك، وتكون عجبك الارتيكل من هنا حيت الصوره واضحه عندي كلشي واضح. حاجه وحده كتبقى لكم في الواتساب، كيبقاو لنا بزاف ديال الاسئله كتقول لك لا صيفطنا الخواتم ديال ماريا، صيفطنا السناسل، اختاروا من لي لايف ودخلوا عندنا واتساب بشكا كنجاوب اختي سحار. الله يعطيك الميساجات اللي كيجوني وتشوفي. ما نكذبش عليكم عييت بالمجاوبه وهكا، ولكن كيكونوا الاسئله بزاف فهمتي. دونك الا عجبتكم شي حاجه في هذا اللايف هذا غتدخلوا عندي الواتساب فهمتي. اغلبيه دخلوا لي لايف تفرجوا، ما تفرجوش ديال العام اللي داز، تفرجوا ديال هذا العام ديال هاد الشهور، هاد 3 شهور هادو. وداك الساعات راه عندنا فيهم لي موديل بزاف، كندوزو خواتم د المارج، كندوزو كلشي. حاولوا حيت الميساجات بزاف، ما كنقدش نجاوب كلشي، ما كنعيا ما ندير في المجهود، حتى انا راه كيخصني نرتاح. دونك اللي كنجاوب عليه. وسيم واش كاين شي معامله؟ مرحبا لالا حريه على الراس والعين. اللي كنقد نجاوب عليه راه كنجاوب، اللي ما قدش يسمح ليا يعاود يصيفط ميساج مرحبا وسمحوا لي الا طولت عليكم. المهم انتما اخوتي كاينين هادو، هذه اليوم دايرين لها 750 درهم، 15000 ريال، 75 الاورو. ما كنجاوبش في واتساب اختي. 750 درهم 15000 ريال 75 الاورو، حيت الميساج بزاف ما قديتش نكمل، ديجا كنت عيان شي شويه ما شكيت عليكم، وما نكذبش عليكم ما كنقدش نجاوب على داكشي كامل بزاف، وديجا كيكون غير صور لي صيفط لي هادي عطيني هادي صيفط لي هادي. دونك شوفوا لي عجبتكم شي حاجه هنايا دخلوا عندي الواتساب وان شاء الله تكون لا كونفيرماسيون عندكم تما. هذه اخوتي دايره الثمن ديالها 750 درهم 15000 ريال، 15000 ريال هي 750 درهم، كتجي على هذا الشكل هكا. نحاول نحيد حداكم هذا البلاطو. عندي باغاس لي كلو اختي هاجر مرحبا. هذه 750 درهم هي 75 الاورو، 75 الاورو هاي لا عجبتك فيها 9 د الخريشات. الله يحفظك اختي ويصال، تحيه لك. 750 درهم هي 15000 ريال، 75 الاورو. كاين هذه الفراشات. وعليكم السلام تحيه لكم كاملين. هذه الثمن ديالها اللي هو 700 درهم 14000 ريال، هذه ب 14000 ريال اللي هي 70 الاورو. 70 الاورو اللي بغاتها دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب. ومرحبا انا نحاول نوريكم مزيان، وتحيه للناس اللي كيبارطاجيو، تحيه لكم كاملين مرحبا الف مرحبا بكم. بالنسبه لهذه فراه الثمن ديالها اللي هو 700 درهم 14000 ريال، هذه كتجي فيها فراشات سرتلات ديال ثلاثه وي كاينه، غنحاول نوريهم لكم. واللي عجبات شي حاجه كيف قلت لكم يدخل غير لا كونفيرماسيون، يعني هذا دابا هذا اللايف ديال اليوم ديجا لي ميساج بزاف، راني جاوبت اللي جاوبت عليه، اللي ما قدرتش نجاوب راه ما قدرتش نجاوب. دونك اللي عجبات شي حاجه هنا يدخل عندنا الواتساب. داك الناس اللي انت وعليكم خويا وسيم بخير اختي كبيره، لاباس عليك؟ بخير مزيان هانيه الله يحفظك الله يسلمك. الحمد لله الله يحفظك الله يسلمك. السلام عليكم. واش انا مابقيتش كنعرف نقرا ولا الكلافيت وقوت واقيلا البرد، وهذا جاكم البرد كتكتبو مخربقين. هذا 700 درهم 14000 ريال هي 70 الاورو، 70 الاورو اللي بغات دير لها السكرين. مرحبا خواتم ديال المارياج غيدوزو ان شاء الله، كلشي غندوزو لكم اليوم. بالنسبه اللي سولتني على الفان كليف راه انا عاود جبتها لكم، ها هي
هادي الفان كليف اللي كانت سالات لي داك النهار تسولتي لي عليهم 42 سنتيم في الطول ديالو. هادو 42 سنتيم فيهم في الطول. هادو هما ديال الفان كليف. هادو 800 درهم، هادو 800 درهم، 16000 ريال. كيف كنقول لكم هادي موديل دابا اللي دخلت، هادي عدرة ما عنديش منها بزاف، كيف قلت لكم داك النهار ما كيعطيوناش بزاف منها. 800 درهم ليا 16000 ريال، 80 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 800 درهم، 16000 ريال. الطول ديالها اللي هو 42 سنتيم. اختي رشيدة زعما اللي صحيحة على هذه لا ما عنديش كثر زعما في الغلط من هذه السلسلة لا ما عنديش اخيس. هذه ثمنها 800 درهم، 16000 ريال، 80 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. ها انتما سكريني واش بقى عندكم. هذه راه ما عنديش منك قلت لكم بزاف، عندي هذه الحبة اللي باقا 800 درهم هي 16000 ريال، ماشي حبة، عندي 5 تقريبا ولا 6 اللي عندي فيهم، ولكن ما عنديش منها بزايد. كاينه ديال النجيمات، هذه النجيمات رائعه زوينه، عندي لا غورميت ديال ديالها ملي كديهم بجوج كيتنقصك 50 درهم. هذه بالنسبه ديال النجيمات. فهذه ديال النجيمات الثمن ديالها هو 800 درهم، حيت فيها السلسله غليظه. 800 درهم هي 16000 ريال، 80 اورو. 80 اورو اللي عجباتها دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 800 درهم. سي زكريا لاباس عليك، بخير اخويا، هنيه الله يحفظك الله يكبر بك. كي دايرين الناس ازرو تبارك الله عليك خويا، واش ممكن ندير لي بريزون اختي غير داخل المغرب. هذا الثمن ديالها اللي هو 800 درهم، 16000 ريال، 80 اورو. اللي بغاتها مرحبا بها. هادو سنيسلات. دابا هادو ديال الخريشات اللي وريتكم، دابا غندوز لكم دابا موديلات عاوتاني ديال السنيسلات ديال ديما. ودائما حنايا كي كنقول لكم هادو ديال 700 درهم، فراه رقاقين. 700 درهم، 800 درهم، حتى 1000 درهم، فراه كيكونوا عندنا سنيسلات رقاقين فيهم، ولكن الا حاولتي عليهم فراه كدوز لك وقت طويل حتى تطلع لك فراسك وتبدليها اولا تبيعيها. غنزيدكم موديل واحد اخر، كاين هادي ديال الخميسه ب 1200 درهم. كيف كنقول لكم هاد السنسله ديال النيلو اللي جبناها هاد النهار هذا، فراه السنسله اللي صحيحه فيهم. اللي بغات السنسله ديال النيلو اللي كنا دايرين الاولى ب 1100 فراه مرحبا. المهم هادي اللي كنوريكم دابا حاليا عندي ديسپونيبل في المحل ب 24000 ريال، 120 اورو. فراه كيوريتكم السنسله، سنسلة اللي علين تكون غورميت، يعني نيلو غورميت، الثمن ديالها اللي هو 1200 درهم، 24000 ريال. هذه اختي ب 24000 ريال، سنسلة غزالة وصحيحة وثمن جد مناسب. عندي غورميت ديال العنق اختي بسمة مرحبا، 24000 ريال، 120 اورو. هذه ب 120 اورو، اللي هي 1200 درهم. اللي بغاتها دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1200 درهم، هاي سكريني وعافاكم. انتما هادي راه كاين اونسومبلات ديالها كامل غيكونوا حاضرين في هذا الاسبوع. ها هما اختي رشيد، ما كاينش شي حاجه ما كتقطعش، الا حاولتي عليها فراه ما غتقطعش لك، كوني اكيده. حاولي ما تنعسيش كاع بهم ولا هذا، وكل واحد وشنو. كاين اختي اللي كينعس بهم هذا وكي ما كتقطع لهم ما والو، كاين اللي ما كل واحد وشنو. مكتبه عليها غتقطع راه غتقطع واخا تكون كيف ما كانت. 24000 ريال، هذه ب 1200 درهم. فهذا موديل زوين، كاين الخاتم ديالو اللي هو هذا قبالتي، هو دايرين له الثمن ديالو اللي هو 1100 درهم. هذا هو اللي بقى لنا اليوم 1100 درهم، 22000 ريال، 110 اورو. هذا ب 1100 درهم، اللي عجبات دير له السكرين. ها هو هذا ب 22000 ريال، 110 اورو، 110 اورو. حتى اللي عجبات شي حاجه دير له السكرين في الكورونا ولا مال سخانه ديال قرصين. هذه الثمن ديالها اللي هو 1100 درهم تاع الصباح، 1200 درهم، 24000 ريال. وكاين هذا ب 1100 درهم، 22000 ريال، 22000 ريال. خويا بغيت نعرف ثمن كروميت العام متوسطه ب 4200 درهم تقريبا، 4200 درهم. فهادو موديلات غنحاول دابا نكمل لكم السلسله. انا دابا ندوز السلسله. هادو الطول ديال هاد السلسله اللي في وريتكم دابا فراه 42 سنتيم. كاين واحد الموديل ديال الوريضه، هذا موديل ديال الوريضه اللي غنوريكم دابا، كيجي رائع في اللبسه ديالو. هذا الثمن ديالو هو 75 اورو، 750 درهم، فيه سنسله ديال النيلو 42 سنتيم، 42 سنتيم كي كتشوفوا. الثمن ديالها اللي هو 750 درهم. ويلي فيه كورونا لا واحد السيده دخلات داكشي. هذا الثمن ديالهم، الثمن ديال 75 اورو، 750 درهم، 75 اورو. اللي بغاتها دير لها سكرين ومرحبا. هاي غزالة كتجي في البيسة رائعة، وتقدري تستعمليها دائما، هادي والمحاولة دائما احسن حاجة. هادو غزالين. بالنسبة اللي كيسولوني على دي طخ موديل ديال الخميسة
انا وريتكم غنوريكم في ديال الخميسه فيها السلسله ديال المواج هذه فيها السلسله سام خويا كاين حلقه تاع لويز وشحال لا ما عنديش دابا اختي كاين هادو ب 1500 درهم ام خليل كي داير لاباس عليك بخير هانيه الله يحفظك هذه الثمن ديالها اللي فيها السلسله مبرومه فيها ديال المواج على شكل هكا ب 1500 درهم الطول ديال السلسله قصيره شي شويه هذه الثمن ديالها هو 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو اللي عجبتها دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا هادو 1500 درهم 30000 ريال فكتجي في اللبسه ديالها على هذا الشكل هكا اللي بغات دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا عندك مشي 1500 درهم عشيرك هذاك غيخرج عندك 1500 درهم هي 30000 ريال 150 اورو 150 اورو 30000 ريال اللي عجبتها دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا هادو سنيسلات غزال بعدو لكم شي شويه من السنيسلات ندوز لكم شويه للخويتمات كاين عندي هذا الطابلو هذا اليوم غندير لكم فيه تخفيض ان شاء الله باذن الله فكاين هذا الموديل هذا اللي وريتكم هذا خاتم ديال 3 دي خاتم ديال 3 دي كتشوفوا غزال وصحيح انا نعطيكم لو بري ديالو هذا الطابلو كامل عندي فيه برومو ان شاء الله اليوم فهذا الثمن ديالو اللي داير له اليوم هو 1500 درهم 30000 ريال كدي خاتم كبير ب 1500 درهم هي 30000 ريال نحاول دائما نقربكم في الصوره ديالهم باش ما يبان لكمش كبار من هكا فالدوره ديالهم هكا ها 1500 درهم 30000 ريال 1500 درهم كدي خاتم غزال يعني خويتم رائع وزويون وثمنه حتى هو غزال نتمنى تكونوا شفتوا هذا الخاتم هذا باش ما نبقاش نعاود في لارتيكل بزاف كاين هذا الموديل هذا ديال 3 دي 1500 درهم هذا اللي داز وكاين هذا ديال 3 دي هذا الثمن ديالو 18000 ريال 900 درهم هذا 900 درهم هي 18000 ريال 90 الاورو كيجي غزال يعني اللي بغاتو دير له عفاكم سكرين هذا 900 درهم 18 حاولوا دائما تسكرينوا لارتيكل دغيا باش هكا انا ندوز لكم لي زارتيكل بزاف كاين هذا داير الثمن ديالو 22 1100 درهم هذا ب 110 الاورو هذا ب 110 الاورو كي كتشوفوا كيجي رائع وزويون في اللبسه ديالو 1100 درهم اللي هي 22000 ريال 110 الاورو فاللي بغاتو يكفيها انها توصل معنا على رقم الهاتف ومرحبا بكم يعني هذا اللي بغات دير له الطلب يعني دخل الواتساب وصيفطنا الاسم والعنوان ورقم الهاتف وحنا غنتكلفوا لك اختي بلا كوموند ديالك صيفطوها لك فيما كنتي في المغرب ندوز لكم حاجه كبيره واخا كنت باغي ندوز حاجه كبيره بحال هكا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 40000 ريال هذا هذا خلاص فيه خضر الدر ملكي الثمن ديالو اللي هو 200 اورو تقريبا 2000 درهم 40000 ريال كيجي في الخاتم ديالو على هذا الشكل هكا من الداخل راه مضوبل من لهنايا محجر هنا فيه حجيرات فيه حجيره في حجيره ملكي الثمن ديالو 2000 درهم 2000 درهم هي 40000 ريال 200 اورو تقريبا اللي بغاتها دير لها سكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا راني كنهضر غير منيفي 2000 درهم هي 40000 ريال 200 اورو اللي عجبتها دير لهم سكرين مرحبا ها هو دوزت كاين هادو كبارين حاجه كبيره وثقيله مثلا هذا راه حاجه ثقيله وكبيره نحاول نعطيكم ها انتما نعطيكم 2 سم هكا في العرض وكاين هنايا تقريبا 1.9 هكا المهم في عبارو هكا المهم هذا الثمن ديالو ها هو نعطيكم هذا الاخوات الثمن ديالو 82000 ريال كيجي مشبك من الداخل الثمن ديالو اللي هو 4100 درهم 410 الاورو والله الا ميساجات بزاف عييت ما نجاوبو هذا كلشي كيقول لي ما كتجاوبش واه حيت الميساج بزاف كل واحد شنو كيقول لك واحد كيقول لك صيفط لي التصاور ديال المارياج واحد كيقول لك صيفط لي التصاور ديال الخاتم ها كي داير وديجا لي فوكال كيكونوا شي شويه طوالين نقصوا شي شويه فيهم نقصوا شي شويه راه خوكم عرفتي راه تسمكس بداك لي فوكال هذا الثمن ديالو 4100 درهم 82000 ريال 410 الاور بالنسبه لي عجبت شي حاجه يدخل غير الواتساب يدخل الواتساب لي زارتيكل اللي كنوريكم دابا بعدا ديال هذا النهار فادخلوا عندي غير الواتساب وان شاء الله التصويره ديال لارتيكل ضروري هي التصويره ديال لارتيكل باش هكا حتى حنايا كنعرفوا يعني راه كنقيل ندوز لي زارتيكل بزاف
ما قدش نعرف كل شيء. كين هذا الثمن ديالو 3000 درهم، 3000 درهم، 60 ريال، 300 أورو تقريبا. اللي بغاتو مرحبا، هذا 3000 درهم، 300 أورو. هاو 3000 درهم كيجي هنايا على شكل 3D، هنا يمسيرتي بحجيرات كيبقى ب 3000 درهم. الله يحفظك اختي حليمة، الله يكبرو سن الزوج وتكون اللي جاتني نعاينوك حتى تجاوبنا غادي نحسب. الله يحفظك لالا ويصال، تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف، ليك اليوم في ديل ديالنا، الله يحفظك. هانتوما كاين هاد الموديل عاوتاني، هاد الخويتم هذا عند الخطبة، خواتم واخا انا ندوزهم، واخا اصبروا عليا انا ندوز لكم خويتمات كاملين. هذا الثمن ديالو 1400 درهم، 28000 ريال، 140 أورو. اللي عجبات ديال السكريم مرحبا. هذا كي كتشوفوا راه بيان سيغ حجيرات فيهم مدفونين، ثمنه ب 1400 درهم، 28000 ريال، 28000 ريال. كيجي خاتم رائع وزوين، الداخل ديالو كيفاش داير غزال. هذا 1400 درهم. انا كنحاول دائما نوع عليكم دابا باش تشوفوا اللي بغيتوا. كاين هذا ديال لويزا ديال الراس، الثمن ديالها اللي هو 4000 درهم، 400 أورو تقريبا. كيجي خاتم على هذا الشكل هكا، الداخل ديالو كيفاش داير هذا 4000 درهم، ليا 80400 أورو تقريبا. اللي عجباتي ديال السكريم مرحبا. لي غاتكو كنحسبهم 420 حتى 450 على حسب الكغاماج اللي كدير اختي. هذا الثمن ديالو اللي هو 4000 درهم، 80000 ريال، 400 أورو تقريبا. اللي بغاتو دير لي سكرين مرحبا. هانتوما الخدمه ديالو، القياس ديالكم باش كتشدوه، كتشدو خاتم بحال هكا وكتعبروا هنا من الزير. نحاول نعطيكم من هنايا بحال دابا، من هذا فيه تقريبا 2 سنتيم، هذا 2 سنتيم بحال قالت البريده شحال. والله ما عرفت ما اختي سلوى، تقدر تعطيني شي وصف واحد اخر نقد نعرفه. كاين هذا، كاين هذا عاوتاني 3D وسيغتي حجيرات. هذا داير الثمن ديالو 2700 درهم، هذا 2700 درهم. تبارك الله عندكم ذهب غزال، الله يعاونك، الله يحفظك ا محمد، شكرا لك بزاف. هذا الثمن ديالو 2700 درهم، 54000 ريال، 54000 ريال، 270 الاورو، 270 الاورو. اللي بغات دير لي سكرين مرحبا. هذا خاتم، هذا راه كبير برك، يجي في اللبسه 54000 ريال. خاتم كيجي رائع زوين، نتمنى انا كنحاول دائما نقرب لكم في الصوره الواضحه ديالهم. فهذا ثمنه ب 54000 ريال، 2700 درهم. هذا زوين، صحيح من ناحيه ديال الصحراء صحيح. بالنسبه لهذا الخويتم هذا ديال دياغولد وقياسات ام خالي، واش بغيتي قياسات كبار؟ انا كنشري من عنده وكيخليهم عنده حتى الله يحفظك اختي ويصال. الناس ديال الثقه الله يكبر بك، والله يحفظك الناس اللي وضعوا فينا الثقه، الله يسلمك. كاين هذا داير الثمن ديال 2500 درهم، هذا دياغولد فيه البيض والصفر والغوز واقيل. الثمن ديالو 2500 درهم، 50000 ريال. الداخل ديالو كيفاش داير؟ لاليونس ديالو كيفاش داير؟ هذا 2500 درهم، ليا 50000 ريال. تخولي تخي جولي جيم بوكو، الله يحفظك لالا حورية، تبارك الله عليك، الله يحفظك. خواتم د المارياج، واخا انا نسالي على الطابلو غندوز لك المارياج دابا. تبارك الله عليك، الله يحفظك ام خالي، الله يسهل عليك، الله يكبر بك. شي حاجة د المارياج عاف، واخا انا غادي نزوجكم ان شاء الله كاملين، انا ندوز لكم داكشي اللي بغيتو. شنو مازال ما دوزت لكم شهادة؟ هذا راه مازال ما داش. هذا كي كتشوفوا خاتم رائع وزوين. حلقة ما عنديش لويز، لا ما عنديش، قلتها لك اختي كبيره ما عنديش الحلقات ديالو. كتشوف هذا الخاتم هذا راه مديكن وصحيح وزويون، في حجيرات هنايا فهاد الجنب، وفهاد الجنب هنايا فيهم حجر حجيرات. فهادو خويتمات زوينين اللي تقدي الناس كيعجبهم شي حاجه معظمه وكبيره. كنحاولوا دائما نجيب لكم موديلات جداد. كاين هذا لالا ب 56000 ريال، 56000 ريال. اللي بغاتو دير لي سكرين مرحبا. ها هو 56000 ريال، 2800 درهم، 280 الاورو. كيجي واحد الخاتم لي زوين في اللبسه ديالو، 2800 درهم، 56000 ريال، 280 الاورو. كيجي خاتم رائع رائع وزوين، ومن ناحيه ديال الصح ديالو ها هو كي كتشوفوا جميع الجوانب كنحاولوا نوريهم لكم، ها هما جميع الجوانب كيكونوا باينين، شي حاجه رائعه 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 وزوينه. هذا الثمن ديالو 2800 درهم، 56000 ريال، 280 الاورو. دائما الجديد عند مجوهرات السلام، ومرحبا والف مرحبا بكم.
اخوات اللي بغاو المارياج فراه غندوزو لكم المارياج دابا، غيدوز مارياج زوين وان شاء الله. الناس اللي كيسولوني على احسن الموديلات فراه دائما عند مجوهرات احسن الموديلات، ونبدا لكم بلي موديل رقاقين، وحنايا غاديين تنوصلوا داكشي اللي بغيتوك فيه. فراه كاين هذا الموديل، هذا موديل زوين، هذا البنات اللي كيبغيو شي حاجه خفيفه وظريفه. فيه جويجات كي كتشوفوا، هادو راه جويجات. الثمن ديال هذا فراه هو 1500 درهم، كيجي شي حاجه رقيقه وغزال. على الرجال ما كيتباعوا ما كيتشراو. هذا الثمن ديالهم هو 1500 درهم، 30000 ريال، 30000 ريال 150 الاورو. فهذا خاتم اللي كتشوفوا راه بيان سير تحجيرات فنين، فيه شي حاجه رائعه ورقيقه وزوينه. الثمن ديالو 1500 درهم، فهذا 30000 ريال 150 الاورو. اللي عجبات دير له سكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 78 63، ومرحبا ألف مرحبا. فهذا الثمن ديالو هو 1500 درهم، هذا 30000 ريال. كاين موديل زوين، هذا الناس كيعجبهم بحال هاد الخويت مات بحال هكا، هادو غزال عاوتاني. هاد الموديل هذا هانتوما خويت مات، رائعين رائعين الدراري اللي معانا هنا في اللايف، يطاقيو المدام. هادو الثمن ديالو غزال غزال. هنا نعطيكم لو بخي ديال هذا، هذا خوتي الثمن ديالو هو 35000 ريال. الحلقات اللي كانوا البارح هنا هما اختي غزلان اللي بغيتيهم مرحبا على راس العين. هادو 1750 درهم كي كتشوفوا ديال لانفيني. نتمنى تكون الصوره واضحه. دوز الخواتم واخا لا ويصال، انا نكمل لك الاخر، ندوز هاد المارياج هادو باش يبقاو على خاطرهم. هادو 1750